السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ حبايبي في الله، وحشتوني وحشتوني وحشتوني، بحبكم كتير 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 كتير. بشكر كل اي حد بيعمل لي كومنت حلو، اي حد بيشاهد الفيديو للاخر، طبعا انا بشكره من كل قلبي. طبعا النهاردة شايفين الفيديو بتاعنا عامل ايه، بس قبل ما نخش الفيديو بتاعنا ندعي لعيالنا اللي في الثانوية العامة، ربنا يكرمهم يا رب ويرزقهم كده يا رب المجموع اللي هم عايزينه اكتر باذن الله، ويفرح اهاليهم يا رب ويديهم تعبهم، اللهم امين. والنهارده طبعا الفيديو زي ما انتم شايفين بيتحدث عن نفسه. طبعا زهقنا من المقلي والمحمر والمشمر والمشوي، وكان لحمه في العيد. كل سنه وانتم طيبين. ده الفيديو ده امتى؟ يوم الاحد. يوم الاحد، وان شاء الله هينزل لكم باذن الله يوم الاثنين. والغدا بتاعنا طبعا ايه كده، ايه خلاص زهقنا بقى. طب هتعملي ايه يا بنت يا نور؟ قعدت افكر اول ما صحيت كده، هتعملي ايه هتعملي ايه؟ طب ده زهقنا منه وده زهقنا منه. طب يلا بقى، عندي بقى فسيخ وعندي رنجه، يلا بتطلعي بقى ايه؟ عايزين ايه نحدق. طلعتلي فسيختين ورنجتين، ويلا بقى هنتغدى مع بعضينا النهارده، والفيديو بتاعنا خفيف وظريف ما فيهوش اي افتكاسه، بس ايه انا حبيت ان انا اطلع واسلم عليكم. طبعا انا ما دخلتش المطبخ معاكم من قبل العيد، ما رضيتش ادخلكم في العيد خالص، قلت ده عيد بقى والناس بتبقى زهقانه من المطبخ ومحدش فاضي اصلا يا بنتي يتفرج عليكي وانت في المطبخ، صح ولا لا؟ خدتكم فسحتكم الفسح اللي انا اتفسحتها، خدتكم معايا، ما اقدرش اسيبكم واطلع واتفسح لوحدي. نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، حبيبي يا رسول الله، ونخش على الفيديو بتاعنا. الاكله دي بقى ايه؟ عايزه ايه بعد الاكله دي؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ مين هيقول عايزه ايه في الكومنتات قبل ما اقول عايزه ايه؟ اكيد هتقولوا شاي بالنعناع، واللي هيقول ليمون بالنعناع، هي عايزه الاثنين بصراحه. طبعا ايه زي ما انتم شايفين كده انا قشرتها ونضفتها من جوه من بره، لا ما جيتش جنبها لاني حرمي الجلد ملهوش اي لازمه. في ناس انا بشوفها بتنضف اللي بره وبعد كده تخش على اللي جوه، طب ما انا كده كده هرمي اللي بره. وطبعا بحافظ على ان هو السفه دوت بتاع السمك، القشر بتاع السمك، ان هو ما يخشش جوه، وعلى طول بغسل ايدي تحت الحنفيه. يعني انا كنت بطفي الكاميرا واروح اغسل ايدي واجي. شايفين اللحمه بتاعتها ما شاء الله، الله اكبر، لحمتها حمراء ومزبده ولوز العنب، ايه الحلاوه دي؟ والشوكه طالعه من بعضيها وطبعا الفسيخ ده جاي لنا منين؟ جاي لنا من اسكندريه، جوز اختي بصراحه اللي مملحه، والملح بتاعه جميل. وتسلم ايدك يا ابو مصطفى، ربنا يرزقك الرزق الحلال ويكتر زباينك. هو مش بيبيع فسيخ على فكره، بس هو عنده محل سمك فبيعمل لي الفسيخ. يعني كل ما عوز العلبه راحه جايه يعني. وادي الايه السمكايه الثانيه برضو هنعملها زي اختها، مش يعني بس مش هطول عليكم يعني عشان ايه ما تزهقوش مني، هو الفيديو مدته مش كتير، فانا بس حبيت ايه اطلع معاكم وحشتوني واتكلم معاكم وكده. تعودت عليكم والله العظيم تعودت عليكم، انا حاسه ان انا ببقى قاعده وانتوا حواليا بكلمكم، فاضل بس تردوا عليا. وانتوا بتردوا عليا فين في الكومنتات؟ كل حد بيكتب لي كومنت جميل زيه، ربنا يخليه وربنا يسعده ويرزقه يا رب من وسع، واديله الفرحه الحلوه زي ما بيفرحني بالكومنت واللايك. وما تنسوش طبعا تحطوا اللايك، ماشي؟ افتكرت. اهو بصوا، فصصت السمكتين اهمت، وغسلت ايدي وغسلت القطاعه، وجبت كمان رنجتين. هنقطع ايه الرنجتين برضو؟ انا عايزه اللحمه بس اللي جواها، البطاريخ محدش بيرضى ياكلها من العيال فهستغنى عنها يعني. وهقشر ايه، ما حطيتهاش على النار ولا اي حاجه، لان انا حاساها دايبه في نفسها كده مش مستحمله يعني ان انا احطها ايه على النار. واللي وصل لغايه هنا ما ينساش يصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كده ايه هنطلع الجلد طبعا بتاع السمكيه بتاعت الرنجه، ونفصصها كده مع بعضينا كده بالراحه كده، عشان هي مفصصه مع نفسها كده دايبه مش مستحمله. بصوا الفصوص
اهي. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. فعلا هي الاكله دي كل الناس محتاجينها بعد العيد، بعد اللحمه والمشوي والحاجات دي بقى. طبعا اكيد 4 ايام العيد بقى الناس زهقت من اللحمه اكيد يعني. طب هطلع واعمل تاني. لا يا بنتي يلا بقى اديها، هي غدوه وخلاص بقى. هبص ده البطاريخ العيال مش بيحبوها فهستغنى عنها. انا لو مقرمشه انا باكلها، بحبها البطوخ اللي هو المقرمش ده انا بحبه، الطري لا. اهو بص هقلبها الناحيه التانية برضو، هشيل الايه الجلد بتاعها بالراحه كده بشويش بشويش عشان هي مش مستحمله معايا. طبعا انا حاسه ان انا هصدعك فسكت شويه. بصوا شايفين اللحمه بتاعتها ما شاء الله عليها. هننضف التانية بنفس الطريقه ونرجع لكم تاني. وكده اديني فصصتها وقطعتها تاني فصوص فصوص بالمقص، قصقصتها. انا عندي مقص للمطبخ ما بيطلعش بره المطبخ، مقصين كمان مش واحد، واحد حطه في المنور وواحد حطه في المطبخ. وكده ايه جبت طماطمتين صغيرين هقطعهم، انا بحب اكل الرنجة كده بصراحة. وايه وبصلاية صغيرة برضو هتبقى ايه زي السلطة كده، بس مش هحط طبعا ملح ولا كمون ولا الكلام ده لان هي مش محتاجة. في رنجة بتبقى محتاجة كمون وشطة وشوية ملح والكلام ده كله، لا دي ما كانتش محتاجة بصراحة. وبالذات الفلفل اللي انا حطاه ده كان شطة نار يعني، مش عايز حاجة. حطيت كده قرنين، يعتبر قرنين ونص، وطماطمتين وبصلة صغيرة. دي سلطة رنجة. في ناس بتحب تحط لها طحينة، انا بحبش احط لها طحينة طبعا، انا حباها كده سلطة بس. وادي برضو الفسيخ بتاعنا مقطعته كده بالمقص برضو، انا بصراحة ما بحبش اكله غير كده، ما بعرفش اكله غير كده. في ناس بتسيبه بحاله وفي ناس مش عارفة، كل واحد بطريقته. انا جربت جميع الطرق بس هي الطريقة دي احسن طريقة واسهل طريقة بصراحة يعني. هحط زيت هنا وزيت هنا، وهجيب خل برضو، حط شوية خل هنا وشوية خل هنا. ايوه كده. ايه ده انا ده انا لسه قايمه من على الاكل وجعت تاني يا جماعه، كتر خيركم. انا اذبحي قدامي ذبيحه وشويها واسلقيها وكل حاجه، نفسي ما تروحش، لكن اعملي اكله زي كده قدامي عايزه انط جوه الشاشه واكل معاكي. طبعا قطعنا شويه ليمون محترمين، تعصري بقى ليمون على قد ما تقدري، بس الليمون ده تدور على العصاره مش لاقياه، عصرت الليمون فهطفي الكاميرا اعصر بقيته يعني، او هستعين بحد بصراحه يعصرهولي. اه انا بقى صريحه معاكم، هستعين بحد يعصرهولي ونرجع تاني. كده دينا عصرنا الليمون وقلبنا الرنجه، اهي سلطه الرنجه اهيت، وقطعنا شويه بصل حلوين كده محترمين. بصوا ايه الجمال ده، وملحها مظبوط يعني جميله بصراحه جميله. عشاق الرنجه وعشاق الفسيخ يقولوا انا. معلش معذره بقى، في ناس كتير ما بتحبش الاكله ديت، بس معذره، بس اكيد 99 بيحبوها يعني. ادينا كده قطعنا، ادي معانا الفسيخ اهو غرقان بالزيت والليمون والخل، ما بحطش اكتر من كده عليه. في ناس بتحب تحط طحينه، كل واحد بقى بيحب ياكل ايه. وقطعنا شويه بصل وغسلناهم بميه ساقعه وعصرنا عليهم شويه ليمون، لو عندك شويه سماق حطش، بس انا ما عنديش بصراحه. وادي الاكله وادي جمالها، وتفضلوا كلوا معايا يا حبايبي يا صحابي يا اخواتي يا اهلي يا جيراني. ايه رايكم في الاكله اللذيذه دي؟ والله العظيم لوز العنب حلوه صح، والله تستاهل بقكم. نفسي كل اللي شافها واتفرج عليها يجي ياكل معايا. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ودعوة حلوة منكم ليا وبتوع الثانوية العامة برضه ما ننساهمش بالدعاء، ربنا يكرمهم يا رب.
واقول لكم ايه، مع السلامة يا حبايبي.